السلام عليكم الله يعطيكم الف عافيه ان شاء الله الحصه الماضيه خلصنا التاسيس الحصه هاي بدنا نبلش في اول درس الكف الايمن من هو شحنه تتحرك داخل مجال مغناطيسي المجال وظيفته يؤثر على هاي الشحنه بقوه احنا عرفنا باول حصه شو المجال وشو تعريفه وخطوط المجال ومفهوم خطوط المجال وخواص خطوط المجال والمجال اللي هو الطبيعي والصناعي هذا كله تعديناه فاحنا جايين هلا لاول درس شحنه تتحرك داخل مجال مغناطيسي اذا تحركت شحنه داخل مجال مغناطيسي المجال المغناطيسي يؤثر فيها بقوه هاي القوه تعطى بهاي العلاقه اف تساوي كيو في بي ساين ثيتا الكيو اول شيء الاف الاف القوه بوحده نيوتن الكيو شحنه هذا الجسم اللي بيتحرك بوحده كولوم الفي سرعته بوحده متر لكل ثانيه البي البي كابيتال احنا حكينا هي اسمها المجال المغناطيسي شو وحده قياسها تسلا تسلا وحده قياس المجال المغناطيسي استاذ بدي اعرف تسلا انا قلت لك يابا بدون وحده القياس بدهاش بصم بتعرفها بخطوتين لمين هاي وكل شيء في قانونها واحد طيب هاي تسلا لمين للمجال خلي لي اياه موضوع القانون لو كان موضوع القانون بتصير اف بي على كيو في ساين ثيتا بدي اعرف تسلا صح تسلا لمين المجال هي المجال المغناطيسي هاي لمين هي روح القانون سوي كل شيء واحد هي المجال المغناطيسي الذي يؤثر بقوه مغناطيسيه مقدارها واحد نيوتن على شحنة مقدارها واحد كولوم تتحرك فيه بسرعة واحد مثل لكل ثانية عموديا عليها عموديا عليها عشان اقول ساين تسعين واحد اعيد تسلا مين هي تسلا لمين هي وكل شيء في القانون واحد هي المجال المغناطيسي الذي يؤثر بقوة مغناطيسية مقدارها واحد نيوتن على شحن مقدارها واحد كولوم تتحرك فيه بسرعة واحد مثل لكل ثانية عموديا عليه موضوع سهل بدوش بصل تمام خطوتين طيب يا سيدي والزاوية قلت لك في المخطط الزاوية اللي في القوانين بتكون هي الزاوية المحصورة بين المتجهين اللي قبلها المتجهين هم B و إذا هي الزاوية المحصورة بين اتجاه حركة الجسم يعني سرعته واتجاه خطوط المجال هو المجال المغناطيسي تمام والعوامل من وين بنجيبها من القانون عوامل القوة المؤثرة في شحنة شحنة B B وساين ثيتا طب الاتجاه تبع القوة على ايش بيعتمد؟ اتجاه القوة على اتجاه السرعة واتجاه المجال ونوع الشحنة، ليه نوع الشحنة؟ إذا موجبة يمين هنا أو يمين واكس صح؟ طيب حلو جميل هذا الحكي كله أخذناه متى القوة هاي ممكن تكون قوة عظمى قيمتها قيمة عظمى لما ساين ثيتا تساوي واحد أكبر قيمة للساين، أنت بتكون واحد لما تكون الزاوية 90 درجة طب إمتى تنعدم تصبح صفرا يعني إذا عدم واحد من عواملها الشحنة صفر متعادل كهربائيا السرعة صفر ساكن داخل المجال بي ممكن تساوي صفر إذا محصلة المجالات المؤثرة فيها صفر وساين ثيتا صفر إمتى ساين ثيتا صفر إذا هاي المجال والشحنة تتحرك مع المجال هاي في الزاوية بينهم صفر صح مش هي الزاوية بين بي وفي إذا الزاوية صفر ساين صفر صفر إذا القوة كلها صفر طب هاي اتجاه المجال وهي الشحنة تتحرك بهذا الاتجاه هاي في طب هيك الزاوية 180 ساين 180 صفر طب هذول حالتين شو اسمهم إن الشحنة تتحرك موازية للمجال موازية للمجال يعني مع اتجاهه أو عكس اتجاهه تمام إذا هاي العوامل اللي بتنعدم عندها القوة المغناطيسية وتساوي صفرا هاي في حالة القيمة العظمى وانها تساوي ايش؟ صفر. طيب ممتاز الحاله طبعا احنا بنعرفها الكف الايمن سرعه مجال قوه. طيب يا سيدي هاي ايش المقصود بالمجال المغناطيسي اعتمادا او تسلا؟ هاي المفاهيم اخذناها. نيجي لا انا واياكم للسؤال رقم 10. شو بقول لي هل يتغير اتجاه القوه المغناطيسيه اذا استبدلنا شحنه موجبه بنفس الشحنه بس سالبه؟ إذا نفس الشحنة نفس القوة مش راح تتغير لكن موجب وسالب اه بتاع بنعكس اتجاهها إذا الموجب شمالا تتحرك شمالا يعني أو القوة تبعتها شمالا بصير السالبة القوة تبعتها جنوبا يمين ويسار عكس بعض أو يمين وبالأخير يعكس في السالبة صح ولا لا؟ حلو طيب لو أجي قال لي قارن طبعا يا أخوان هذا السؤال أنا حطيته ليه؟ في الكتاب آه في الصفحة الأولى حاطط لك شغلة بين المجال الكهربائي والمجال المغناطيسي والقوة الكهربائية، الصفحة الثانية راح حكى كمان شغلة، الثالثة والرابعة رد حكى كمان شغلة، معناته أنت بتقارن بالعقل قاعد بين القوة الكهربائية والقوة المغناطيسية، فأنا شو قلت؟ لا يا عمي ليش؟ بلاش يجي عليها سؤال مقارنة هون هون ونحن ضايعين، فكتبت لك هذا السؤال، قارن لي بين القوة المغناطيسية والقوة الكهربائية من كل شيء، تمام؟ فأنا هون اتجاه التأثير والسرعة الشحنات والقدرة على سرعة الشحنات واتجاه السرعة والشغل كل هذا مقارنة بين مين ومين بين القوة الكهربائية والقوة المائية تحفظ لي هذا الحكي والمقارنة حتى لو أجي أقول لك من حيث كذا وكذا تكون أنت عارف كل شيء منهم طيب يا سيدي هذا بتطبيق على القاعدة وإحنا أخذنا أمثلة بما يكفي تعال هون لما نقذف النيوترون في مجال لا يتأثر بقوة الكلمة المخبية هون قذف مين؟ النيوترون، النيوترون متعادل يعني شحنته صفر. إذا حطينا في القانون القوة تساوي كيو في بي ساين ثيتا، طب الكيو صفر، إذا هي كانت صفر إذا القوة قديش؟ صفر، عشان هيك لن يتأثر بالمجال، تمام؟ حلو، ممتاز. نشوف انا وياك الامثله عاد احنا خلاص قانوننا قانون واحد اللي هو مين كيو في بي ساين اذا كانت شحنه تتحرك داخل المجال، شوف يا سيدي عندي هناك شغله اللي هي رسمه، سيب لي منها، تعال اقرا السؤال بتمعن، يتحرك الكترون اول ما يجيب لك سيره الالكترون في السؤال اركاب كلمه الكترون تعني لك ثلاث شغلات سالب معناته الاتجاهات ايدي اليسار له شحنه وله كتله وهذول ثوابت بيعطيك اياهم هو اما في السؤال او في ترويسه الامتحان بدايه الامتحان استخدم حيث يلزم وبكون معطيك اياهم عيد كلمه الكترون في السؤال اركاض بتذكرك في ثلاث شغلات انه سالب يعني ايدك اليسار الاتجاهات له كتله وله شحنه هذول هو ثوابت هو بيعطيك اياهم اما في السؤال او في الثوابت اول الامتحان يتحرك الكترون بسرعه هاي في باتجاه محور اكس انا بترجم هيك بدون رسمه، اه؟ هاي الكترون يعني سالب باتجاه محور لا هون موجب اكس ورس. اه موجب اكس، عيب كمل، احسب مقدار القوة المغناطيسية تؤثر فيه لحظة مروره بالنقطة A وأحدد اتجاهها علما نفترض انه مر هون في النقطة A علما بأن المجال المغناطيسي قيمته هاي بي يعني صار معطيني في وبي باتجاه هذا المجال باتجاه محور واي، هاي المجال باتجاه محور واي، لما رسمت تبين انه هاي اكس وهاي واي الزاويه بينهم قديش؟ 90 هذا بين لما رسمت فقط فعشان هيك النصيحه لوجه لو الله تعالى في كل مسائل المجال المغناطيسي كلها في اي درس اعطاك اتجاهات ارسم ليه؟ بكون مخبى الزاوية جوا الرسم فانت لما ترسم تكشفها تمام؟ <applause> احسب بده القوة طيب يا سيدي انت معطيني يا استاذ في وبي لا تنساش في عندك الكيو موجودة هون مخبية في كلمة إلكترون صح؟ عشان هيك لما أجي حل هيك هي كيو في بي ساين ثيتا شو حول محل الكيو؟ شو شو حط لك؟ 1.6 في 10 19 هي شحنة الإلكترون هي بكون هو معطيك إياها إما في السؤال أو في الترويسة ال V وال عندي إياهم وساين 90 شو شو حط لك مباشرة؟ لأنه هي لما رسم بينت وصلت، طيب هو الرسمي يا أستاذ موجودة هيو ها؟ هي زاوية 90، أنا شو بقول لك؟ هون بين لك رسمة تساعدك لكن في الامتحان لو ما جابهاش هو أصلا مغطيها بالاتجاهات فإذا هاي مش هيني رسمتها بدونها صح؟ فأنت انتبه وأرسم إذا القصة بتصير تطبيق مباشر طب أستاذ للاتجاه إيدك اليسار لأنه إلكترون هاي في بي لفوق هاي أصابعك لفوق القوة لوين؟ للداخل تمام؟ فهون هو راح قال لي بحدد اتجاه القوة وراح تطلع باتجاه الداخل اللي هي سالب زد باستخدام قاعدة اليد اليمنى. طيب هل المجال اذا لاحظت هون الرسم اللي راسمها خطوطه منحنيه. ايش معناها؟ هذا المجال غير منتظم. بديك تميز بين مجال منتظم والمجال غير المنتظم، زي ما كان المجال الكهربائي زمان غير منتظم ومنتظم، غير المنتظم هو المجال المتغير مقدارا واتجاها. بميزه من خطوطه، خطوطه منحنيه. هذا غير منتظم. طب والمنتظم ثابت مقدارا واتجاها خطوطه مستقيمة متوازية المسافات بينها متساوية عشان هيك أنا حطيت السؤال اللي بعده أقارن لك بين المنتظم وغير المنتظم عشان نخلص من القصة طلع هذا من المنتظم من حيث المقدار واتجاه ثابت مقدارا واتجاها صفات خطوطه مستقيمة متوازية المسافات بينهم متساوية طبعا عكسها المجال غير المنتظم هي أمثلة الاتجاهات اللي عليه مثلا هيك اتجاهه ثابت او هون خطوط منحنيه المجال غير المنتظم فبميز المجال غير المنتظم بخطوط منحنية والمنتظم بالخطوط المستقيمه المتوازيه اللي المسافات بينها متساويه هي عشان الرسمات هذول الاتجاهات انا اخذت هذا السؤال لسبب انا كل الاتجاهات والامثله اللي اعطيتك اياها في الحصه الماضيه كانت واضحه محورين اكس وواي وانت تحط لي نقطه واكس على حسب لكن لو جبلك لك الرسمه هيك انا بخاف انه انت ما تفهمهاش او ما تستوعبهاش هو هون راسم لك الرسمه بثلاث محاور كم محور ثلاث شوف مثلا معطيك اكس واي زد معطيك هون اتجاه بي وهون اتجاه في والشحنه سالبه الشحنه هي هون سالبه بقول لي حدد لي اتجاه الشغله اللي مش موجوده شو اللي مش موجود عندي بي وفي معناته مش موجود القوه طيب انا كيف اطلعها هيك يا استاذ ايش يعني قصده هيك انها هي على جد. قصده انها على محور زد ولانه مش حاطط سالب معناته هذا المحور الموجب الموجب والموجب هيك معناها طب يعني ايش انت اخذت انه هاي بي صح هاي على اكس هاي بي هاي على زد موجب يعني نقطه هيك معناها هاي اللي اخذناها موجب زد يعني نقطه هاي الفي يلا تعال نطلع اتجاه القوه ايدك اليسار ليش لانه الشحنه مالها سالبه هيك اسهل لك هاي بي اسف هاي بي وابهامك للخارج اللي هي في وين صارت القوه للاسفل القوه للاسفل يعني على الماينس واي فهي الجواب شو ماينس واي تعال نشوف هون هاي شحنة موجبة يعني ايدك اليمين طيب هاي البي هي هيك هيها على موجب واي طب والفي موجب زد يعني نقطة هيها طب يلا ايدك اليمين هاي الابهام للخارج يعني في للخارج واصابعك لفوق لانه بي لفوق وين صارت القوه هاي القوه على الماينس واي صح عشان على الماينس اس اكس عشان هيك هيها على الماينس اكس وهكذا الباقيات تدرب عليهم هاي حلولهم بس انت جربهم بايدك طيب هون الفكره اللي حكيناها قبل شوي جسيم مشحون يتحرك في مجال منتظم باتجاه يوازي خطوط المجال شو قلت لك اذا الشحنه تتحرك موازيه لخطوط المجال القوه عليها صفر هل يتاثر الجسم بقوه طبعا لا لانه بتكون الزاويه صفر او بكامل